لو الحكاية فيها إن فيتو عبد الله بخصوص التعليم المفتوح هو كان السؤال القادم عموما، يعني هل التعليم المفتوح خطر على الجامعات المصرية؟ التعليم المفتوح سوء من سوءات التعليم في مصر، وهو أحد أدوات تخريب الأمن القومي في مصر. ليه؟ لأن ما مصيبة إن يبقى قدامك إنسان يحمل مؤهل معين وأنت تظن أنه على درجة معينة من العلم والمعرفة أو التخصص، ثم لا يمتلك شيئا من هذا فيعمل عملا تخريبيا، يبقى ده تهديد للأمن القومي في مصر. لما نطلع ناس معهم شهادات وما عارفش حاجة، دي مصيبة. التعليم المفتوح شيء جميل جدا في كل بلاد العالم، لأنه فرصة لأن يستكمل شخص تعليمه بعد أن يكون قد انقطع عن تلقي التعليم. يعني واحد اشتغل مدة وبتاعه، وعشان احنا لما بدأناه في مصر كان بعد 5 سنين من الحصول على المؤهل المتوسط يلتحق بالتعليم المفتوح، وكان المقصود إتاحة الفرصة أمام الناس لتلقي نوع معين من التعليم اللي هو التعليم عن بعد. طبعا احنا غير مؤهلين لأداء هذا. ليه؟ لأن مشكلة التعليم عن بعد ده في أي دولة النظام الإدامي، لأنه بيتعامل معاك عن طريق البريد أو عن طريق الإيميل او كلام من ده، انت واخد بالك وانت في بيتك. لما يبقى انت عندك البريد بتاعنا ابعت لك جواب يجي لك كمان سنه او ما يجيلكش، ما تقوليش نعتمد عليه بقى بان اتصل بالطالب واقول له تاخد كذا وامتحانك كذا ومقابلتك كذا. ايضا الايميل مش كل الناس بتستعمل هذه الاله الحديثه، وخصوصا ان احنا عندنا اشياء كتيره في مصر معطله، ومنها تعطيل انقطاع الكهرباء وكلام من ده، وبالتالي ده ما تحققش. الذي تحقق ان اصبح باب خلفي لدخول الجامعة، نمتت له كتب بالغة التفاهة والبساطة ولا تتناسب على الإطلاق مع المستوى الذي يدرسه الطالب المنتظم. نمت ثلاثة هم حبوا يخفوا الحمل عن الجامعات عن طريق أنه يلغي الانتسام بأنواعه ويحول دول كلهم إلى إيه؟ إلى التعليم المفتوح. والتعليم المفتوح الجامعة بتقول لك تجيني يوم في الأسبوع، ماكسيمم يوم ونص، من يوم الخميس الظهر لغاية يوم الجمعة مساء. إذن ده لا تتوافر فيه شروط التعليم الجامعي من ناحية التواصل بالأستاذ، من ناحية الحياة الجامعية، من ناحية الأنشطة، من ناحية ما فيش حاجة خالص. نفاجأ بأن الوزراء يقول لك نشكل لهم اتحاد طلاب من حقهم أن يمارسوا الأنشطة، ياخد نفس الشهادة، ودي المصيبة اللي حصلت، ياخد نفس الشهادة التي يحصل عليها الطالب المنتظم في الدراسة. الله، أصبح ده بيساوي ده بالظبط، وهو لا يحمل شيء من مؤهلاته ومقوماته. والمصيبة الأكبر التي حدثت مؤخرا اللي هي السماح لهم باستكمال الدراسات العليا. ده كارثة. لأن ده ما بياخدش حاجة. ده رسمي. بس. ياخد دراسات عليا ليه؟ مين المجلس الأعلى للجامعات. لا، من شهرين كده. المجلس الأعلى للجامعات قال لك. الكلام ده غير محرج. معرفش، لكن احنا بلغنا أنه سمح لهم بأنهم يسمح لهم باستكمال الدراسات العليا. استكمال الدراسات العليا. ماجستير ودكتوراه. ودي مصيبة 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 كبيرة جدا. المؤهل نفسه مصيبة. الدراسات العليا مصيبه. لا استنى بقى، ده امبارح كان معايا الدكتور في الحلقه البحثيه اللي احنا كنا عاملينها، كان معانا الدكتور يحيى عبد الحميد، ماشي، بتاع كليه الحقوق جامعه عين شمس، ومستشار قانوني للجامعه لسنوات طويله جدا. واحنا بنتكلم في النقطه دي امبارح ابلغني ان احد هؤلاء الطلاب عين معيدا، ودي مصيبه. ما عرفش، انا ما سالتش، لكن قال لي ده فيهم ولا تعي معيد. اتصور انه بيتكلم على جامعته، الله اعلم، لكن ممكن سؤاله يعني الراجل قريب. الدكتور يحيى عبد الحميد اللي هو ابو الدكتور خالد. لا، الدكتور حمدي عبد الرحمن. الدكتور حمدي عبد الرحمن مستشار جامعه عين شمس القانوني، واخد بالك؟ الراجل موجود وعلم ويمكن الاتصال بيه بسهوله، وابنه الدكتور خالد اللي هو كان العميد السابق. ممكن تسأله بالظبط أين عين هذا الطالب اللي أنت قلت عليه تعين في إحدى الكليات معينة؟ لا، أنا عاوز أضيف حتة بس كده. الخريج دول فاهمين، بيعرفوا من أين يؤكل الكتف، فبيوصلوا اللي هم عاوزينه وبيتعينوا في أعلى المناصب العلمية. خلي بال حضرتك، في مؤسسات مختلفة من داخل الدولة، ودي كارثة. كارثة إن أنت تسيب الناس اللي عندها كفاءة عالية جدا في 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 أمور كثيرة، وتيجي تلاقي واحد اتعلم كليش إن كان كده بس عشان يحسن من مستواه، وبقى معاه بقى معاه لسانس حقوق، معاه بالمناسبة إزاي نعالج أزمة تأجيل الجامعات؟ أولا مفيش مشكلة أبدا، الأساتذة قادرين على علاج هذه الأزمة، لأن مفيش فيها مش إحنا تعيننا، إحنا اتأخرنا شهر،
والتأخير شهر ده ما هوش كارثة ولا حاجة، عادي جدا نقدر نأخر الامتحانات لمدة أسبوعين فقط. هذه واحد. نمرة اثنين، ان كل الاساتذة الموجودة في داخل الجامعة تستطيع ان هي تقدر تدي المقررات او تقدر تحذف موضوع اذا كانت الموضوعات كثيرة، تقدر تحذف موضوع او اثنين، وده ما هوش مشكلة. وده بيحدث من اساتذة كتير، يجي يقول له ده محذوف وده محذوف وده محذوف والباقي ده كله مقرر. ايه المشكله؟ ان انا زي الاساتذه ما بتقول ده محذوف. الطالب كده مش هياخد الجرعه التعليميه؟ لا ياخدها. مين اللي قال الكلام ده؟ شوف يا بيه، شوف يا بيه، الاستاذ استاذ، يعني المعلومه العلميه اللي انا عاوزها من الكتاب بتاعي ده انا بوصلها له. الاساتذه عندها درجه عاليه جدا من الوعي ودرجه عاليه جدا من الكفاءه ان توصل المعلومات الاساسيه اللي انا عاوزها توصل للطالب. الطالب انا مطلوب منه يعرف ايه؟ 1 2 3 4 5 6. اما اقدر اوصل للطالب المعلومات السته دول يبقى انا نجحت في عملي، وبالتالي ما فيش فيه خطوره. يعني ما تخافش من الخطوره دي. لا، الخطوره امن الدوله كان اهم، وامن البلد كان اهم، وامن الجامعات كان اهم، وامن اولياء الامور كان اهم، وامن الطلاب كان اهم في التاخير هذه الاربع شهر. انا اقدر نلغي يوم السبت وادي محاضره اضافي. ايه المشكله؟ انا وديت انا محاضرتين، ما الاسبوع له محاضره واحده في الماده واحده. اما انا اقدر ادي السبت كمان، وعندي عندي عندي الجمعه اقدر اجي الجمعه. يعني هناك حلول كثيره. الاساتذه والعمداء والمجالس والكليات قادرة عن تحل هذه المشكلة، فما نتخوفش منها أبدا، لأن كان يهمنا بلدنا يهمنا مصر. دكتور عبد الله، سؤالنا بالنسبة لحضرتك، لو تم إلغاء الترم الجاي زي ما بعض الأخبار منشورة إن في جهات أمنية بتطالب بإلغاء الفصل الدراسي، ده هيأثر على عملية طبعا؟ مأساة، مأساة تضاف إلى مجموعة المآسي التي نعيشها منذ يناير 2011 إلى اليوم، مفيش كلام. لأن يكفي أن الفصل الدراسي الأول كان فصلا شائها أو مشوها، ولم يحصل الطالب على جرعته التعليمية منه، وكمان تلغي الثاني، دي مشكلة. المشكلة الأكبر كمان فيما يختص بالطلاب اللي في شهادات. أصلا أنت لو ألغيت الفصل الدراسي الثاني، أنت مش هتعمله له في الصيف، ما فيش سمر كورس، ده أنت هتأجله سنة إلى أن تستقر الأوضاع. هذه مأساة لا ينبغي أن نفكر فيها على الإطلاق. يعني 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 ايه الدكتور عبد عشان يبقى برضه مفهومه؟ احنا لو لغينا الفصل الدراسي الثاني احنا بنلغي السنه كلها، كاننا ما خدناش حاجه في السنه بالكامل، وبالتالي تراكمت سنتين فوق بعض، فما نقدرش ان الترم الاولاني مرتبط بالترم الثاني. ان لغيت اي ترم منهم ياثر على السنه، وبالتالي السنه لا تصلح ان تكون دراسيه بهذا الشكل. فما ممنوع الالغاء، وما نقربش في الموضوع وما نفكرش في الموضوع ده. رساله لكل اسم، رساله سريعه لبعض الشخصيات، يعني الدكتور هشام عيسى، سامحك الله، دكتور جابر نصار، انقلب على عقبيه بعد ان ذاق الالم، دكتور اشرف، مجهول، دكتور احمد، ينبغي التخلص منه سريعا. هنقول رسالة لبعض الشخصيات. سؤالنا الأخير بقى لحضراتكم، من يصلح لقيادة مصر؟ الذي يصلح لقيادة مصر في الفترة القادمة شخص يملك نفس المواصفات التي تجعل أي واحد يصلح لإدارة مؤسسة، بمعنى أنه لابد أن يكون حازما، لابد أن يكون رشيدا، لابد أن يكون قادرا على اتخاذ القرار، لابد أن يملك روح المبادئة والمبادرة، ينبغي أن يجنب عواطفه في المرحلة الحالية، ينبغي أن يكون قادرا على الانفتاح على الآخرين. دي مواصفات ينبغي أن توجد لأي شخص. على الساحة احنا ما عندناش حد غير السيسي، والسبب في هذا أن السيسي هو مرشح الضرورة باختصار شديد. الناس الراجل ده قام بعمل كلنا كنا نتمناه ومش قادرين نعمله.